بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إحنا في الدور الثاني من سنتر هي وبس، علشان نتفرج على كل الاختراعات وكل المنظمات الجديدة اللي موجودة في الدور الثاني. إن شاء الله هنتفرج على حاجات حلوة جدا، وهنعرف استخداماتها وأسعارها، حاجات لتنظيم البيت وتنظيم المطبخ، من الآخر كده حاجات آخر جمال. ده غير كمان الصواني الجميلة دي اللي هنشوفها ونعرف أسعارها، وكمان هنشوف حاجات كتيرة جدا. بسرعة ندخل على الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ونبتدي على بركة الله. بيكم حبايبي، احنا النهاردة في الدور الثاني من هي وبس سموحة. عايزه اقول لكم النهارده في حاجات جديده، واو، يعني حاجات كده ايه نقول عليها، ايه جديده نينجا نشوفها. بصي بقى، هنخش النهارده على اللايت بوكس. تمام، جه منه كل المقاسات. اسمه ايه؟ لايت بوكس. لايت بوكس ده 10 كيلو. ده 10 كيلو تشيل فيه سكر بقى، دقيق رز، اي حاجه. الناس اللي بتخزن ده بكام؟ ده ب50. ده ب50. في منه كذا لون زي ما حضراتكم شايفين. العلب المسحوق اهي. اه، دي عليها عرض طبعا، مفاجاه عليكم على الكاشير. دي قبل العرض عامله 50، تمام، بعد العرض هتبقى عامله 45 او 47 حاجه كده. حلو، تمام. الحاجات الوطنيه كلها اصلا يعني ثلاث ارباع اسعارها زي ما انت شفتي معايا تحت بتتغير. ايوه فعلا، عليها عرض. تمام، دي عامله 55 اهي. دي عامله 55، اكبر شويه. دي 10 ودي ب5. حلو، احنا النهارده هنشوف كميه منظمات رهيبه. منظم كل حاجه بقى، ده وصل تاني اهو. بقى بكام بقى؟ 18 جنيه. بقى ب 18 جنيه، تمام. 18 جنيه. شوف الدرفة اهو. يخش في الدرفة ده. ب 20 جنيه، ده المستورد مش المصري. ده المستورد، يخش في الدرفة بتاعت المطبخ. طلع عليه المجات. وتعلق عليه المجات. تنظيمات التركي دي اهي. شبه الخشبي بالظبط، اصلا ممكن محدش يفرق ان هو خشبي ولا لا. فعلا شكلها شيك قوي. ده خشبي. تمام، تركي. ده عامل 90 جنيه. 90 جنيه، تشيل برضو في الهدوم ممكن. منظم يعني، منظمات الدواليب. شايفين الحاجات الحلوة بقى. سلايد بوكس اكبر مقاس ده بعجل، 47 كيلو. كلهم بعجل، كلهم، حتى التاني الصغير ده بعجل. حلو جدا، تروح ويجي معاكي بقى. ده 47 كيلو. بكام ده؟ 135. تمام. في شفاف ده بتاع شركة خرشت بكام؟ 71 جنيه. تمام. علب البيض الدورين. الدورين. دي عاملة 29 جنيه. تمام. الدورين دي مصري. تمام. في برضو كوبايات. كوبايات دانتيلي دي اهي. 3 جنيه. حلوة قوي. المنظم ده اهو الرفيع ب 14 جنيه بدل من 16 جنيه. ما ياخدش مساحة ده. ما ياخدش مساحة. أيوة. طويل. الكبير بتاعه ب 17. العريض ب 17. تمام. أهو. برضو منظمات الرتان دي اهي. أهو. دي ب 15. ايوه. 18. تمام. والشفاف ده نزل ب 25 جنيه اهو. حلو قوي. تمام. الغطا بتاعه. تمام. الشفاف ده؟ ايوه. اهو ب 9 جنيه. ثبت المشابك، بصوا يا جماعه يلم برضو المشابك كلها. اهو. ب 9 جنيه؟ ب 9 جنيه. وخامته حلوه قوي. الوطنيه برضو. الوطنيه. في مقاد بلاستيك وفي حاجات كتير. في برضو بصي البولات بقى بتاعت الوطنيه اهي. بصي خامتها. خامتها جامدة. تاخد وتدي كده. بكام؟ شبه السيليكون، شبه الغطيان. دي ب 12 الصغيرة، دي ب 15. دي ب 15، حلوة قوي. احنا محطمين اسعار. تمام. ايه الوطنية عاملة ايه بقى؟ فجأة. سبب ايه الجديد ده؟ على شكل البيت. الأطفال بقى، لعب الأطفال، حاجة الأطفال. الله، شكله حلو قوي. ممكن يتحط فيه مذاكرة الطفل، ورق. بس شكله جميل قوي. شكله جميل جدا. تمام. ده بكام بقى ده؟ ده ب 77 جنيه. 77 جنيه، وفي عجل كده يتحط فيه حاجة الطفل كلها. ألعابه، مذاكرته، ورق حلو قوي. تمام. 77 جنيه. في منه ألوانه بقى كتير. أزرق وبني. أهو يا جماعة ألوان. حلو قوي. ده الجديد برضه لنا. ده هي وبس. وبرضه المصفة بتاعة الرز أهي، في منها الكبيرة وأوريها لك الناحية التانية. أهي ب 15 جنيه. تمام. مصفة الرز الخوذة. حلو. شكل الخوذة. ايه دي بقى؟ منظمات خرشت بقى. منظمات خرشت ده ب5 جنيه. ده ب5. ده ب8. ايوه. ده ب12. حلو. في منه الوان كتير. تمام. وعارفين هنا ايه؟ يعني الوان جميله. السبت السمسم ده؟ كام سمسم؟ 8 جنيه سمسم؟ حلو. ينفع تبقى فاكهه. صح؟
ينفع يتحط فيه الاكسسوارات برضو. ايه برضو رايح وجاي معاك كده. دي ميزه الحته الوطنيه. بجد بجد وقت الهزار نزار صح. ده منظم برضو شباب بتاع الوطنيه بس ده بتركي. تمام. ده ب 15 جنيه. تمام. في منه العريض بتاعه. عايزين نشوف المنظمات كمان اللي هي اللي انتوا بتعملوها بتاعت الركنات وبتاعت ال درج كده بتاع الثلاجه ممكن يتحط كمصفى. تمام. حلو قوي. بكام ده؟ ب 13 جنيه. بيكبر ويصغر. بيكبر ويصغر. قلب بقى الخزين. خرشد. اه 21 جنيه الكبيره دي. الكبيره دي فرداني كده مش طاق. ايوه دي ايه؟ برضه علب الخرشي. علب خرشي دي غطا؟ زي عياشه. زي عياشه كده بغطا. حط فيها العيش. سمينه سمك لورا. بكام لورا؟ ده ب 16 جنيه. 16 جنيه. حلو برضه. ممكن تحط فيه العيش او في حاجه ثانيه. العجانات اللي استانلس دي. بصي ده طقم. طقم على بعضه؟ لا مش ده. ده 180 استانلس. تمام. انا شايفه حاجه. ايه الباسكت اللي جوه ده؟ ده لسه المفروض لسه في حاجات بهبل. ايوه صح. بتاع المعالق ب 20 جنيه. ده ب 20 جنيه. بس تمام. في منه كمان لمس سعر ثاني. في علب الرز الكبيره والصغيره اهي ب 65 10 كيلو. ايوه. 5 كيلو ب 53 جنيه. اهي 5 كيلو ب 53. الباسكت اللي جنبك ده بقى. الباسكت ده بقى اهو. حلو قوي الباسكت ده. ده كيف حكايه بقى. ايه الباسكت ده؟ ده بتاع الاطفال. بس هنا عشان تحط الكيسه ده فوقيه يبقى ماسك الكيسه. يمسك الكيسه عشان العيال ما يطلعهاش او كده. وبيد من الجنب. ده عامل 37 بدل 45. 37 بدل 45. حلو قوي. تمام. وفي منه الوان، في موف وفي روز والاحمر. تعالوا بقى النهارده عند ملوك المنظمات نشوف المنظمات الجميله. هنشوفها دلوقتي بس هنشوف الصواني المصافي دي. دي بصي بقى ثلاث مصافي ب 35 جنيه. ثلاثه ب 35. ثلاثه ب 35. حلو قوي. في برده منظمه طبق اطباق تسالي كده تركي اهي. شيك برده دي. وفي كبير بتاعه عامل 110. تمام. صغيره؟ فاحنا عندنا علب صغيره. كتير. وعلب كبيره. اصل في ساعه الواحد بيحتاج حاجه صغيره يحط فيها. صح كده. ما تبقاش كميه كبيره. فهماني؟ بكام بقى؟ كدا. دي عامله تقريبا كام؟ دي ب 6 جنيه. علبه ب 6 جنيه. نجيب 10 جنيه. قبل كده جه تاني. خلي بالك. اهو. طبق التسالي فراشه. ده تركي. بس شكله انا كنت جايبه وعرضته كمان في فيديو المشتريات فعلا. كنت انا مش صح. بس بقى الوطنيه زي ما احنا قلنا طبعا بتقلد التركي. بص يا جماعه الصواني بتاعتها بكام بقى الصينيه دي؟ انا هقول لك اسعارها بس دي عشان مقاساتها كتير. دي كان اصغر مقاسها بتبدا من 23 جنيه. تمام. اللي هو ده. بصي ده بكام؟ دي ب 30. اكبر مقاس. اكبر مقاس 30. بعدين والمقاس الوسط ب 28. 28 اللي هو ده كده المقاس الوسط. بس خامتها حلوه. تمام. ايه تاني في قوالب التلج دي اللي هي بالغطا دي شيك قوي برده. بكام؟ يعني 27 جنيه تركي. 27 جنيه تركي. تمام. في برده الايس لولي ده اهو جه وصل 16 جنيه. تمام. المصري التركي اهو عامل كام؟ 32. والتاني بتاع اللي هو السته ده عامل 38. حلو جدا. 16 32 38. في برضه العلب الصاج اهي كلها بجميع اشكالها ومقاساتها. وبصي اختراعاتها موجوده اهي كلها. تمام. وبرضه في درج المعالق ده اهو ده بكام؟ 17 جنيه. 17. الثاني كان ب 20 ده ب 17. احنا عايزين بقى الحاجات اللي هي اللي بتتشال دي. خش بقى على الركنه. عندك حاجه شبه تعلق. تمام. دي بتتعلق 35 جنيه. دي بتتعلق 35. فيها كده الحاجه. تمام. عندك ركنه شبه دي عامله 40 جنيه. في ركنه شبه كده عامله 40 جنيه. ممكن تحط. لا حلوه دي ب 40 جنيه بس. 40 جنيه بس. تحط فيها الشامبو مضاده للصدى. طب حلوه قوي. ده 45 دي. 45. تمام. ايه تاني بقى؟ تمام. في برده دي بقى قلب الدنيا. تحط على الرخامه. ليه قلب الدنيا دي؟ دي بقى بيوصي بيتحط فيها البرطمانات كده. معوجه كده مايله. برطمان. هو انا احط اي حاجه هنا برطمان ولا برطمان. بكام بقى دي؟ دي ب 45 برده. 45. والستانلس بتاعها
مدهون مضاد للصدى السيلفر ده عشان ما يصديش يعني جت عليه ميه طبعا عشان في المطبخ وبرده المطبخ. بصوا يا جماعه بقى المطبقيه تقليد ايكيا تقليد ايكيا تمام تمام. الدرج بتاعها تتعلق على الماسوره يعني ممكن تتعلق وممكن تتحط كده على الرخامه معموله اصلا عشان الماسوره بتاعت ايكيا دي. بكام بقى دي؟ دي ب 80 جنيه ب 80 جنيه 100 100. في درج ايه تاني الحاجات الحلوه دي؟ الاندر شيلف ده اهو اندر شيلف ده بيتحط كده اهو بيخش في دولاب المطبخ كده بجيبه لكم بعيد برده عشان تشوفوه ويتحط بقى في حاجات بقى حطينا المناديل تمام تمام تمام. ده عامل 35 35 جنيه. ايه تاني بقى؟ حط فيها الاطباق منظم اطباق على الرخامه لو المطبقيه بعيد عليكي ولا حاجه حلوة قوي برضو ممكن يتحط على فكره في الدولاب بكام؟ 15 جنيه بس بجد والله 15 جنيه بس يا جماعه تمام. ايه تاني النهارده؟ كوب الرز التركي هو جه تاني. ايوه ده بقى ايه اهم حاجه في البيت لسه هتقعدي بقى تجيبي كوبايه عيري بقى الرز. لا ده احنا نعاير ونصفي ونغسل على طول كله في الكوبايه دي بكام ده؟ اهم حاجه السرعه. 18 جنيه التركي تمام. في منه كذا لون، في منه المصري اهو عامل 10 جنيه انه احلى بقى. في ده وده كويسين جدا الاثنين حلوين. ماشي. ايه تاني هنا؟ عندك برده درج المعالق شكل تاني. ده التركي برده، ده التركي عامل 40 جنيه 40 حلو قوي. تمام. احنا قلنا احنا بنجيب لكم كذا خامه وكذا سعر عشان عشان كله اللي عايز حاجه يلاقيها برده. بس الحاجات امال ده بكام يا محمد؟ ده ده ب 200 بس ده شيك قوي بصراحه. زينب هو ده بكام يا زينب؟ ده 240 تمام. بصوا يا جماعه دول بس الاضاءه هنا مش حلوه، تعالى كده عشان توري الناس. بصوا المصافي الحلوه دي الاستانلس ب 60 جنيه الواحده ب 60 اصغر مقاس تمام. تمام. وفي برده حاجات كتير باسكت برده اهو حاجه شكل تاني عامل 35 ب 35 تمام 100 100. بصوا يا جماعه احنا شفنا الحجم الصغير منها والوسط وفي الوسط 65 والكبيره ب 75 كبيره ب 75 تصفي بقى فيها حاجات كتير فاكهه دي برده مقاس الكبير كنا شايفين الصغير ده الكبير بكام؟ 18 الصغير ب 15 حلو. في باسكت اهو ينفع الحمام راتين ب 22 جنيه 22 جنيه تمام جميل جدا. في برده الباسكت دي انواع كتير بقى اللي احنا جايبينها. ده زباله اسمها ماجي تمام دي عامله 75 جنيه في منها ثلاث مقاسات حلوه قوي. لا مقاس ثلاثه عامل 125 عامل 125 ثلاثه المقاس اللي اكبر. بصي كده تمام وريني كده شكلها تقليد تمام الله ينور. تاني ايه؟ زبالات ثانيه اول مقاس في البيت ده من 65 اللي هو ده تمام. ودي عامله كام؟ 89. دي بقى اسمها الزبالة اليوناني. اليوناني ب 89 الحجم ده تمام. قطعتين حلو جدا قطعة. شوف بقى الركنة دي اهي حلوة قوي تركي دي ب 150 جنيه تحط عليها برضه مضادة للصدى تمام. دي للحمام وللمطبخ وكده مضادة للصدى ب 150 جنيه ماشي. ايه تاني؟ في برضه الركنة الفاضية دي اهي حلوة قوي برضو دي ب 200 ثلاثة دور برضو مقاومة للصدأ تمام. وايه تاني؟ وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا محمد.